Easy go. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون خاوتي، إن شاء الله تكونوا بخير. بون، سمعتوا الأخبار تاع السي رشيد نكاز؟ مالوريزمون السي رشيد نكاز راه مريض. سمحوا لي باك، كما قلت لكم أنه السي رشيد نكاز بدلوا له السجن تاعو بدون أي إنذار أو عذر. السي رشيد نكاز حاليا راه مريض، راه في حالة حرجة، راه في حالة خطيرة. السي رشيد نكاز للأسف راهم يقتلوا فيه ببطء. السي رشيد نكاز داوه السجن في ولاية البيض للمستشفى القريب قايت أكثر من 100 كيلومتر. علاش بدلوه؟ ما ناش عارفين سكاماتنا. السي رشيد نكاز حابين يقتلوه في السجن، علاش؟ لانه رشيد نكاز هو اللي سرقه، رشيد نكاز هو اللي قتله. كان صاحب شاكيب خالي، وكان صاحب ولد قدور، وكان صاحب بوشوارب، وكان صاحب سعيداني، وكان صاحب الناس اللي قتلوا في العشريه السوداء، صحابه معكم على بالكم. دونك سي بور سا راه منتقمو من رشيد نكاز. خاوتنا الناس في 48 ولايه، خاوتنا اللي راهم في الخارج، على بالي بلي طولت عليكم ما درتش مباشر لأسباب صحية، ولكن حان الوقت باش كل واحد يدي الكوراج. كل واحد لازم يعاون خوه، كل واحد لازم يعاون خوه، ما نبقاوش كل واحد يخون في الآخر. الآن يا الشعب الجزائري، راني نهضر معاكم، نحبوا ولا نكرهوا، رشيد نكاز دار القلب للشعب الجزائري باش خرج في 2019، دل القلب للشعب الجزائري باش يشوف انه الشعب الجزائري السلمي ماهوش تاع مشاكل، والدليل على هذا بقينا غير في السلميه الحمد لله يا ربي. هذا هو جزاء الاحسان، انه نخلو اليوم رشيد نكاز يموت سرطان في البروستات وعندو انكيست في الكبده تاعو، بلا ما نهضروا البروبليم تاع الصدر اللي راه عنده. صافي دير دوك خاوتنا، إلا صحنا ولاد العربي بن مهيدي، إلا صحنا ولاد حسيبة بن بولي وعميروش وعبان رمضان وكريم بن قاسم وعلي لابوانت، اللي ما في كل حيرة كل جماعة تعيطو يعني، هل نقدروا نخلو خونا يموت في السجن؟ هما ما يديروا في رايهم؟ رانا نشوفوا، الله يبارك، راهو كل الشعب الجزائري راه يبعث لي، كل الشعب الجزائري الرسائل اللي يبعثوا لي راهم ينشروا في المنشورات ويتكلموا ويهضروا. هنا في الجزائر يستناو، كل واحد يستنى في الاخر يخرج. اليوم انا شفنا في ولايه بجايه، ولايه في القصر في تيشي، قولهم تبارك الله عليكم، ما نساوش خوهم رشيد نكاز وتكلموا عليه. ايضا في المهجر راهم يخرجوا، اللهم بارك. لكن على الاقل رانا شفنا المحاميين تانيك، على الاقل انا نشوفوا لي كومينيكي تاعكم في الفيسبوك، بصح ماهوش هكذا، سي با فريمون بروفيسيونيل، يعني يعطيكم الصحه اللي تفكرتونا، ولكن سي با فريمون بروفيسيونيل. يلفو دابور يلفو فير اون بيتيسيون، تسينيو عليها، تكتبوا عليها، تبعتوها لحقوق الانسان، دروا دلوم هنا في الجزائر تبعتوها للخارج، ويا رايحه. نتوما اصلا راكو عارفين انه واش راهي دير العداله غير قانوني، لاني قلتها في المباشر مؤخرا، لو كنا في الجزائر الجديده رشيد نكاز يكرموه وليس يدخلوه للسجن، لانه كل هذوما المسؤولين اللي راك تشوف فيهم لو ماشي هما اللي كانوا يضحكوا على البلون بي تاعو الميكانيسي هذاك، اقسم بالله مازال يحكم فينا الكادر بوتفليقه. ولكن كي شافوا باللي الكادر باللي راح ينافس مع الميكانيسان، تم لي حبسوا الانتخابات ويزون ابليكي لارتيكل 102، حيث نعلم انه من 2012 السيد قال لك طاب جناني، تسمى تم لي تابليكي لارتيكل 102، خلاو حتى 2019 نهار شافوا. بون، ليس هذا موضوعنا. المهم المحاميين او المحامون، نتمنى منكم انكم ليس فقط في المنشورات عبر الفيسبوك، بل يجب التحرك، تهضروا
تهضروا تقولوا يا ودي قال هذا موش حق. السيد لم يحاكم بعد باش تعودوا تبدلوه من السجن الى سجن. السيد راهو مريض ما كاش مستشفى تماك وين يداوي. السيد راهو مريض راهو في ولاية البيض في السجن تماك مازالوا في الانفرادي. في ولاية البيض كاين البرد. في ولاية البيض ما كاش سبيطار وين يداوي على المشكل تاعو في الكبدة وفي البروستات. ربي يعافينا ويعافيكم ويشفيه. لا لا هضروا خاوتنا. او كاين رجال في هذه البلاد. او كاين رجال في هذه البلاد يا سبحان الله العظيم. مش كاكون نبقاو هكذا سيفري واش راكو ديروا في لي كومونتير سيفري واش راكو ديروا في لي كومونيكي سيفري والاخر كذا. راه شي نكاز المشكل تاعو انه انسان قانوني ما يحبش يخرج على القانون. ولهذا المحامين هادو ما لم يسمعوا فيا الله يستركم سي بيان واش راكو تهضروا وتكتبوا في الفيسبوك مليح يعطيكم الصحة ولكن مليح يلفو ابليكي وسي يلفو ابليكي ولكن حنا مغلوب علينا الامر وانتوما راكو قانونيين راكو تعرفوا القانون ديروا بيتيسيون. كل محامين تاع جزائر 48 ولايه كل واحد يتصل بخير قال الو وي استاذ السلام عليكم استاذ راك تشوف حول رشيد نكاز من السجن الى سجن بدون محاكمه وبدون اي قانون وبليس راه مريض وراه يموت وراه يقتلوه. تقدر نحط اسمك ونسيني اسمك ورقم بطاقة او بطاقة تعريف او رقم بطاقة العمل تاعك. انا مستند حطه وخليه ونبعتوها بصح ما نخلوش فقط في الفيسبوك خاوتنا. دوك ايضا ميساج اخر دوك رشيد نكاز راه في المستشفى اوني ابريت وراه في الحبس تاع البيض والسيد راه مريض قلت لكم باللي دو بي تاع كونسير تاع البروستات الله يعافينا ويعافيكم ويشفيه ان شاء الله. وزيد عنده الكبدة تاعو فيها الكيست هكذا بدون ما نتكلموا على الامراض تاع الصدريه تاعو بيسكو توجور على باكم بلي النيفو لهنا مغلوق مغانق اوني داكور مي هذا اللي من البرد تانيك دالو مشاكل في الزدر تاعو ما حبوش يداوى. هذه هي الجزائر الجديده دوك انا نتكلم مع تبون. هذه هي الجزائر الجديده صافي دير الجزائر الجديده المسؤولين تاعنا يداووا في الخارج حنا كنا عبالنا هذيك في القديمه دوك مام في الجديده هذه المسؤولين تاعنا يعالجوا في الخارج هادوك يعالجوا في الالمان في السويس وفي فرنسا وهنا السيد راح يموت زدتو ميبا ما خليتوش في سبيطار مصطفى باشا ولا ديتو اي مستشفى بالعكس ديتوه البيض وين ما كاين حتى مستشفى. دوك نتوما حنا على بالنا بلي ربي ما تخافوش وما تعرفوش ولكن لكن السؤال ماكوش خايفين مش ماكوش خايفين يموت بعيد الشر ماكش خايفين كيفاش تخلص عليكم ما شفتوش كيفاش صار له دوكا سلال ويحيى وجماعه الاخرين بلي في السجن. اخدموا خدمتكم باك هذا ما كان طبقوا القانون اللي فوا ابليكي القانون علاش لازم حتى تصرا حاجه طبقوا القانون ابليكي الارتيكل 128 ولا كو حابين تعرفوا وين يوصل انتم على بالكم وين قادر يوصل بصح البروبليم سي كراشيد قانوني يقول لك زيتنا في دقيقنا هكا واش راكو حابين هاكو حابين يعرق لي كارت تاعو وانتم على بالكم وين قادر يوصل بصح ما عندهم وين يوصل لانه علاه هو من الاول قال بلي زيتنا في دقيقنا في الجزائر هادو وناكو حبيت توصلوا حتى يموت ولا تبعتو كي يبقى له سمانه باش يموت خلاص مشالو المرض الكونسير بعيد الشر تماك باش تقولوا نطلقوه باسكو المرض تاعو نورمالمون تطلقوه دوكا باش يداوي دوكا ما بين هادا وين بدا دوك ما على باليش وكتاش بدا ولكن بما انه ديكلارا دوكا صافي يدير ما عندوش بزاف سي بور سا يفو كومونسي من دوك تطلقو مانيش نقول لك دير فيا مزيه طلقو ولا راني نبكي لك ولا لا كتسنى في راشيد يبكي ماهوش يبكي لكم ولكن طبقوا القانون اللي نتوما كتبتوه بيديكم ارتيكل 128 مانيش نقول لكم ارحم مرضيكم ونبكي لكم مانيش نبكي لكم لا هو لا هو السيد راه الحمد لله قال لك نموت انايا كنت نتلاقى بيه نهضر معاه نقول له السي راشد قول له ديما تقول لي لا كذبت عليكم ولا ديروا لي رصاصه هنا ديما تقول لهم بلي انا مستعد نموت ومستعد للسجن قلت له كان تموت صافي كان يقتلوك هادو ما يخافوش ربي قال لي علاش انا جيت خير من الشهداء قال لي جيت خير من المجاهدين بصح شويه رب العالي انا مسلمين شويه رحمه خافوا ربي شوية خافوا ربي سبحانه يا سبحان الله العظيم ما تتحملوا المسؤولية على بالي ثم ربي سبحانه ماشي يشوف فيكم قايد ولكن كيفاش هتخلص عليكم على الشعب الله هنايا علاش لازم حتى يتصرى له حاجة. أيضا الرسالة تاعي الشخصيات الوطنية يس يا خاوتي خافوا ربي معارضة هادي وين راكي وين راكي حتى يموت باش ديروا له كيما دا الحسين تاع نقولوا عرجون حتى يموت زعما النهار الشروق ولي بيرسوناليتي كاع يهضروا حتى كيموت باش تجيبوا له عرجون كيما دا الحسين الله يرحمه. وين راكم هضروا وخافوا ربي
ما نش يقول لكم رفضوا السلاح ولا روحوا قتلوا ولا ذبحوا ولا كسروا ولا خربوا، اهضروا ولو كلمه طيبه. وين راكم؟ وين راكم المعارضه شخصيه هذه الوطنيه؟ من واشك وخايفين حتى تطلع لا طونسو؟ من واش راكم خايفين؟ هذه بلادنا، هذه بلادنا. ما نش نقولوا خرجوا قتلوا ولا كذا، السيد راح يموت، اهضروا كلمه ولو كلمه ولا بالدعاء. والله المعارضة شخصية الوطنية هادو من الناس اللي في الخارج وكذا، مخلين غير الزوالي، غير الزوالي. شوف نقولها لكم ونعاود لكم، أقسم بالله غير السول اللي راح يحوس على رشيد غير الزوالي مسكين، ما كان حتى واحد راح يحوس عليه، والله ما كان واحد اللي يحوس عليه، سواء تماك في الخارج ولا سواء هنا في البلاد، غير المواطن البسيط اللي يحس برشيد. ولكن للأسف سي تري مالور، كي كان رشيد برا كانوا كل جماعة يدخلهم الحبس يقول لهم راني هنا ندير لكم لي زافوكا، راني هنا نخلص نساء، نخلص على ولادكم ونساكم، نعطي لهم واش يخصهم الدواء والاخر، راني هنا ندير لكم نعطي لكم شهرية، راني هنا نخلص لكم لي بروسي، راني هنا ارفد تصاور، دير هكذا. والو، واحد ما هضر، كل واحد نفسي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شان يغنيه. هذه بدات، هذه الصوره وين بدات؟ بدات في الجزائر، مالوريزمون بدات هنا في هذه البلاد. بكري حنا خوا المجاهدين والصغارين والمهراس، على الصح ماشي على المهراس باش يتمسخروا بينا، كل واحد نفسي. حسبي الله ونعم الوكيل منكم. المهم خاوتنا رسالة، نبداو حنا بالقانونيه، الله يسركم. جماعه تاع لي زافوكا، جماعه تاع لي جوج، لي بروكيور، عندكم ربي هو الرزاق. على الاقل قولوا كلمه الحق، قول الحق، اخبط يدك في الطابله قول الحق، هذا ما كانوش نسحقوه منكم، قولوا كلمه الحق، الله يستركم. وكل محامي يتصل بخوه، كل محامي يتصل باخوه وجدوا بيتيسون، قال واش راكم ديروا غير قانوني. هذا ما كان خاوتنا. ودعوا اخوكم رشيد، لانه رشيد والله 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 راه مريض يا خاوتي. انا اللي فات رشيد اللي دار هذيك الديكلاراسيون هذيك، صافي دير ماشي لي جون اللي يشكي رشيد. انا نعرفو رشيد، ماشي جون اللي يشكي ولا يقول راني مريض ولا راني عيان ولا كذا، ماهوش لي جون اللي يشكي يا خاوتي، والله ما يشكي. السيد كان يدير 3 بلديات في النهار، من ولايه لولايه من ولايه، والصوت راح له تاعو ما يقولش كاع، كي تصرع وطاحت تصرع يعاود يديروا له الماء يهدي فطن، يكمل مع الناس يطم الاستمارات تاعو. مي اللي فات اللي قال باللي راني مانيت صافي ديكي الصحراء ومريض فوق اللازم، باسكو ماشي جو اللي يشكي. خاوتنا راني نديروا اليد في اليد، وما نسمحوش في خونا رشيد، الله يستركم. هذا واش نقول لكم، ما نسمحوش في خونا رشيد، ويعطيكم الصحة اللي راكم واقفين معنا رجال ونساء، يعطيكم الصحة اللي راكم واقفين معنا، يعطيكم الصحة اللي راني شايف روحنا بلي ماناش وحدنا، يعطيكم الصحة اللي راكم تكتبوا في الفيسبوك، يعطيكم الصحة اليوم صحاب جاية اللي خرجوا، يعطيكم الصحة الناس فرنسا اللي خرجت، يعطيكم الصحة واش كلكم راكم تديروا. ولكن يا خاوتي حنا مغلوب علينا الأمر، يد واحدة ما تصفق، لازم نتعاونوا. الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. خاوتنا واش يكون جديد ان شاء الله رانا نخبروكم، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير، وربي يجعلنا ان شاء الله الشفاء، وان شاء الله ربي يطلق سراحه. رشيد كما قلت لكم سمحوا لي باك، رشيد ماهوش يبكي لكم، ماهوش يقول لكم اطلقوني ولا كذا، رشيد قال لكم طبقوا القانون، غلطتوا تتحملوا المسؤوليه، طبقوا الماده 128. لو كان كش ما يصرالو دوكا بلوس كو صراحه تتحملوا اوسي المسؤوليه. وتاني الميساج تروازه بالنسبه لكل الشخصيات الوطنيه اللي هنا في الجزائر، حتى الاعلام الجزائري، ماشي حتى وين كش ما يصرالو باش تماك تعلقوا له عرجون كيما درتوا الدار الحسين، تماك ما نسحقوكمش، تماك لو كان ديروا تماك راح تكون لي نتا دويا. الا حبيت تهضر اهضر دوك اللي راه يحتاجكم رشيد، وجميع شخصيه وطنيه راهم كل يعرفوا رقم الهاتف تاعي، راهم يعرفوا الفيسبوك تاعي، كونتاكتيوني يا خاوتي، اهضروا ديروا لي لايف، قولوا المحاميين تاني اهضروا ديروا لي لايف مباشر، قال ماهوش حق واش راكم ديروا، ماهوش حق، طبقوا القانون يا سبحان الله، طبقوا القانون، هذا واش نسحقوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.